يعني صارت الحادثه وانا موجود. اول شيء اتكلم الاتصالات كانت في يمكن اول نصف من الدوري، ولكن في نادي بانديه الدوري الدرجه الاولى انا مكلمني رئيسه وهو في مدينه مكتظه بانديه كبيره، فما في ملعب يتدرب عليه. والله كلمني يقول لي انا فريقي قاعد يتدرب على ملعب ترابي، تخيل، ولا حد ساعده ولا هو لاقي اي حل. الانديه الموسم هذا موسم استثنائي، الموسم هذا يستحق انه بامانه. ليش استثنائي يا احمد؟ ليش موسم؟ لانه ما اخذوا حقوقهم ولم يدعموا، بالذات اول الموسم كانت فيه، وجالس ينظر علينا عادل عزت والمساواة والعدل ودعم الانديه، كانت فيه تحديات كبيره جدا في بدايه الموسم، يعني نشفت الانديه ماليا في بكل مرحله بكل نواحي اداره الفريق. انا اقول مو بس نجران، كل نادي من الأندية هذه والله يمر بظروف صعبة. بس ظروف، أتكلم عن ظروف، ظروف نجران أصعب كثير، ويمكن الناس يحسبون والله أنا بغطي مصاريف السكن إذا انحلت أمور نجران. لا، الموضوع مو كذا، الموضوع في حتى جمهوري. طيب أنت بتنقل لي جمهوري بطيارات خاصة، ولكن ختاما أنا يعني أوجه رسالة واستغاثة لمعالي المستشار أنه نرجو النظر في أندية دوري الدرجة الأولى الموسم هذا. الموسم هذا ما له علاقة بأي موسم قبل، يعني على الأقل 4 سنوات الماضية. الموسم هذا فعلا لا الاتحاد في فترة من الفترات كان الاتحاد السعودي أيضا يعاني ماليا، وجاء الفرج مع تعيين يعني معالي المستشار في الهيئة العامة للرياضة، ولكن قبله كان الاتحاد السعودي يمر بشح مالي غير طبيعي. اللي نتمناه أنه الموسم هذا فعلا ينظر في، خلني أقول لك، تضحيات الرجال اللي هم يعني ما في استقالات، أنت ما أنت مجبور أنك تقعد بالظروف هذه، ما في استقالات، الكل كان يخدم مجتمعه ويخدم منطقته من خلال النادي هذا، يستحقون عمل استثنائي، يستحقون استثناء بأي شكل كان، ولكن لا يحاسبون على تقصير أغلبه كان مو منه. الموسم القادم الوضع مختلف في دوري الأمير محمد بن سلمان، صحيح، على كافة الأصعدة، صحيح، حتى إعلاميا وحتى جماهيريا، صحيح، وحتى دعم وتمويل هيئة الرياضة ووقفتها مع كل الأندية، ثقثقة تماما الوضع مختلف يعني بالتصريحات المعلنة، يعني أن الموسم القادم مختلف على كافة الأصعدة. بس بندر معليش أبو عنان، أبو عنان، أبو عنان.